سلام عليكم مشاهدينا الكرام. يبدو أن الجزائريين قد دخلوا فعلا موسما اجتماعيا صعبا كما حذر منه كثير من الخبراء والاقتصاديين. فالجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن علق أحدهم واصفا الوضع: فأسعار مختلف المواد تشهد ارتفاعا جنونيا، والمتجول في مختلف الأسواق في الجزائر العاصمة أو الجزائر العميقة تحديدا يفاجأ بهذا الارتفاع. فهل فعلا مثل ما برر أحدهم بأن ما يستهلكه المواطن الجزائري حاليا غلة صيفية وفي نهاية موسمها، وأن غالبية المحاصيل تعرضت للحرق جراء موجة الحر الشديدة؟ أم أن لهذا الارتفاع أسباب أخرى لها علاقة بالتغييرات الحكومية الجديدة أو تصريحات أحمد ويحيى تحديدا حول الاقتصاد الجزائري؟ أسعار جنونية تشهدها الخضر والفواكه في الأسواق الجزائرية، ولم يستطع المواطن أن يجد تفسيرا لهذا الارتفاع الذي ميز أسواق الجملة منذ عيد الأضحى. ولم تشهد الأسواق أي تراجع للأسعار، بل أن الكثير من الفواكه خرجت من دائرة طعام الجزائريين بسبب ارتفاع أسعارها المذهل. ورغم التطمينات المتواصلة للمسؤولين ولكبار المستوردين وجمعيات حماية المستهلك، إلا أن الأمر لم يعد في مستوى القدرة الشرائية للمواطن الذي لا يستطيع مسايرة الغلاء الرهيب الذي يميز أسواق الخضر والفواكه. فكيف يتفاعل الجزائري بصورة طبيعية مع أسعار البطاطا التي وصلت إلى 80 دينارا، والسلطة التي تعدت 200 دينار، والكوسة التي تجاوز سعرها 150 دينارا، وهي خضر تمثل القائمة الأساسية لغذاء الجزائريين الذين يعربون عن تراجع رهيب في القدرة الشرائية خصوصا مع نهاية هذا الصيف؟ أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نحن اليوم مباشرة ونطرق بابا اجتماعيا محضنا اليوم، نتكلم عن الجبهة الاجتماعية مثل ما وصفها أحدهم بأنها فعلا على صفيح ساخن نتيجة الغلاء الفاحش في مختلف الأسعار في مختلف الأسواق سواء في الجزائر العاصمة أو خارجها، بالضبط في الجزائر العميقة. معنا مشاهدينا الكرام الدكتور أحمد طرطار، أستاذ جامعي وخبير اقتصادي. أستاذ أحمد، ما رأيك؟ بماذا نفسر هذا الغلاء الفاحش؟ هل فعلا مثل ما ذكر أحدهم بأن هذه المسألة مربوطة بالغلة الصيفية التي ربما الإنتاج الآن يسير نحو النهاية، أم أنه لا للأمر علاقة بتصريحات أحمد ويحيى حول الاقتصاد الجزائري تحديدا، مسألة طبع النقود، مسألة الصعوبات التي سيعرفها الاقتصاد؟ والله هي شيء من كل، يعني الحقيقة هي أمور مجتمعة مع بعضها البعض. أيوة. وانت تعرف باللي الصائفة هذه مرت يعني بوضع استثنائي. نعم. وهذا الوضع الاستثنائي ميزته الحرائق المختلفة اللي أتت على الأخضر واليابس للأسف الشديد. مادام أتت على الأخضر واليابس فبالتالي كل الخضر والفواكه خاصة في منطقة الديجة يعني أتت عليها النيران، وعندئذ ارتفعت أسعارها بشكل رهيب. هذه الأسعار هي الآن هي محض محل إشكالية قائمة خاصة بالنسبة لسوق الجملة ككل، وعندئذ أصبح المواطن قاب قوسين أو أدنى من عدم إمكانية شراء أي من الخضروات خاصة التي تأتي من مناطق جيجل والطارق وكذا، يعني المنطقة السهوبية والمنطقة الساحلية بصورة عامة. هذا أولا. ثانيا، أنه تعرف أن البرنامج الذي أقسم فيه الاستيراد غداة حكومة السيد تبون. أيوة. وتم من خلاله تقنين الاستيراد. نعم. هو في الحقيقة أعطى ثمارا عكسية لما كان يتوقع، بحيث التهبت أسعار المواد اللي هي مستوردة خاصة الفواكه. نعم. 3 إلى 4 أضعاف. لماذا؟ لأنه تم ممارسة نوع من الاحتكار من قبل كل من المستوردين اللي يحظوا بالاستيراد في تلك الفترة. وحتى الآن لما تم التراجع على هذه السياسة للأسف الشديد أبقت أسعار قائمة. أضف إلى هذا مشكلة التضخم الذي يضرب أطنابه منذ مدة، مشكلة تراجع القدرة الشرائية وبالتالي انخفاض قيمة الدينار، ثم الموسم الصيفي اللي هو كما تكلمنا في حصة ماضية مرتبط بعدة مناسبات، مناسبة أفراح ورد الجميلة في الأفراح، كذلك مناسبة اللي هي رمضان، ثم العيد الأضحى، ثم العيد الفطر إلى آخره، والدخول الاجتماعي اللي هو يمثل نقدر نقول ليلة كل الجزائريين، وبالتالي أصبح المواطن في وضع لا يحسد عليه جراء هذه
نقدر نقول المتتاليات المتراكمه عليه من جانب بيئي من خلال الحرائق، من جانب سياسوي من خلال سياسه الاستيراد، ومن جانب اجتماعي من خلال موسم الصيف بما يحمله رحمة الطيات من مناسبات وأعياد دينية وغير دينية. طيب يبقى معنا دكتور أحمد سعود إليك، انضمت لنا الآن مشاهدينا الكرام من الأستاذة ناصرة غزلان القيادية في نقابة سنابباب المستقلة. أستاذة ناصرة، بماذا تقيمين ما يجري الآن على الجبهة الاجتماعية؟ تذمر وغليان وغلاء في مختلف الأسعار للمواد في مختلف الأسواق مثل ما كان يؤكد الدكتور أحمد طرطار معنا، كيف أنت تقيمين هذا الصعيد على مختلف على الجبهة الاجتماعية تحديدا يعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام. في الحقيقة الشعب الجزائري اعتاد على مثل هذه السيناريوهات. أيوة. التي يقوم بها صاحب المهمات القذرة، اعتدنا عليها. وفي الحقيقة حتى الشعب يعني احنا من سنوات اصبح الفقر يعم. نعم. على الجزائريين، على الطبقه الشغيله. ليس هناك طبقه متوسطه، هناك طبقه غنيه وطبقه فقيره. الطبقه الفقيره تضم حتى الطبقه الشغيله، يعني اللي كانت من قبل طبقه متوسطه الان اصبحت طبقه فقيره. ولاحظنا حتى عند الاطارات ما يعني مكان من فقر اللي مثلا على مستوى الجامعات، على مستوى الثانويات، أساتذة بدون أجور لائقة، بدون سكنات لائقة. كل هذا يعني اعتدنا عليه منذ سنوات، والآن النظام يعني يتفنن في تعذيب الشعب. كل مرة عندما تكون فيه إصلاحات جديدة يؤتى به من أجل تنفيذ هذه البرامج الخطيرة على الشعب، والآن هم يعني ينتظرون أكيد مثل السنوات الماضية ينتظرون هل يعني الشعب يقوم بحراك، هل النقابات ستتكلم وتقول كلماتها، هل الأحزاب. هنا يعني السلطة أو النظام كعادته إذا أراد تطبيق شيء فيبعث هذا الرجل لكي ينفذ الأوامر الفقهية من أجل تعذيب هذا الشعب الذي هو يعني من ثمانينات وهو تحت تعذيب النفسي، تعذيب مهني، تعذيب اجتماعي، حتى يعني 2017. طيب سيدة ناصرة، هل ستستجيبون سيدة ناصرة؟ هل ستستجيبون في حالة ما إذا أحمد ويحيى وجه لكم دعوة للمشاركة في حوار ما؟ لأنه هناك حديث الآن للحديث مع المعارضة، مع حزب الموالاة، مع النقابات أيضا. نحن في الحقيقة نقاطع كل هذه الدعوات. لماذا؟ لأنها مجرد ديكور. النظام اعتدنا ونعرف هذا النظام كما نعرف جيوبنا. هو عندما يريد تطبيق شيء قدر يبعث هذا الرجل حتى ينفذ، وهو كعادته يستدعي كل الناس ويقول هناك حوار جدي. وفي الناس يعني هنا يعني المشكل والغريب أن حتى الناس اللي يعني يعرفوا هذا الرجل يعني معرفة جيدة لها يسترجعوا بعض الثقة. ولكن أنا أنصح كل زملائنا في النقابات المستقلة أن يتذكروا السنوات الماضية. أيه. اللي كان يعني وزير العمل ضحك عليهم وأتى بهم من أجل الديكور، والحكومات السابقة ضحكت يعني على كل الشركاء الاجتماعيين وجعلت منهم دمى تلعب بهم كما تشاء، وفي الأخير ينفذون برامجهم وبرامج النظام وبرامج ما يريدونه. طيب يبقى معنا أستاذ ناصر، أعود إليك دكتور أحمد. ما الحديث عن هذه الحكاية، حكاية طبع النقود الجزائرية لتخليصها مما هي فيه من أزمة؟ كثير من الخبراء استهجنوا هذا الحل وقالوا هذا حل للضعفاء، لأنه طبع النقود لابد له من مقابل، لكن كما تعلم أنت ولا يخفى عليك أنه ليس هنالك ما يقابل هذه النقود في حالة ما تم طبعها.
هو في الحقيقه هذا شبه اجراء لا ادري بالضبط كيف تفكر فيه الحكومه. ايوه. هو الاجراء دائما وابدا اعاده طبعا النقود من الكتله النقديه الزائده مثلا من الاخرى، وبالتالي بعث نقود جديده من شانها امتصاص الفائض مما هو مخزن ولا ما هو مكتنز عند مجموعه الناس. هذا يعني ربما فيه جزء من الايجابيه، لكن في مقابل ذلك الدينار الان يتهاوى شيئا فشيئا، الانتاج يتراخى الى الوراء، وبالتالي ليس له القدره على المحافظه على مكانته في السوق الدوليه، هذا هو الاساس يعني كوسيله تبادل مقارنه مع الدولار، مقابل المعامله سله العملات الاخرى، لابد من وجود انتاج، وهذا الانتاج هو الذي يمكن العمله من السؤدد او يمكنها من التراخي والاضمحلال. للاسف الشديد ما كانش بوادر لمثل هذا الاجراء وبالتالي مثل هذه الانتاجات اللي هي ممكن ان تحافظ على قدره العمله في السوق، لكن اجراء تبديلها كاجراء شكلي يمكن ان يمتص كثير من النقود المخزنه والمهربه هنا وهناك، وربما يعطي بصيص صغير فقط من الايجابيه وليس كل الايجابيه. بمعنى انه دكتور احمد ترتر ربما توافق كثير من الخبراء قالوا انه الجزائر فعلا بالاحرى الاقتصاد الجزائري دخل مرحله الخطوره، وحتى احمد وحي قال انه كنا على وشك لا ندفع رواتب شهر نوفمبر المقبل. معنى ذلك ان كل ما كان يقوله سلال رئيس المجلس الوزراء السابق من انه الجزائر لديها ما يكفي من الاحتياط المالي والتقارير التي تاتي من وراء البحار ما هي الا اشاعات فقط، الان وقع الجزائريون على انه فعلا الخطر يتهددهم. نعم هذا واضح، وكنا ما يعني تكلمنا عليه في كثير من المرات، ويعني وحاولنا ان نلفت انتباه الحكومه السابقه الى خطوره هذه التصريحات التطمينيه الكاذبه اللي ربما من شانها ربما نقول لا تهيج لها جبهه اجتماعيه، لكن بمرور الزمن ستصطدم بواقع مالي، هذا الواقع اللي هو استفحال الازمه وبالتالي في جميع ابعادها، وبالتالي كل المؤشرات تقول باللي الازمه الان قاتمه، يعني معدل الدينار ينخفض، القدره الشرائيه تنخفض، القدره على تسديد ربما تجديد الخبره من الخارج نقدر نقول اصبحت معدومه، القدره على تجديد الرواتب في غضون 6 أو 7 أشهر قاب قوسين او ادنى من الخطر الى اخره من الاشياء، ثم انه صندوق تعديل الواردات اضمحل وانتهى كليا، وبالتالي كذلك الاحتياطي من الصرف يتاكل شيئا فشيئا، يعني المنتوج الاساسي اللي هو يشكل اساس الخزينه اللي هو البترول ما زال يراوح مكانه ولم يتحدى عتبه 50 دولار، وهذا في الحقيقه ينبأ او ندير شؤم للاسف الشديد بالنسبه للجزائريين ككل. طيب يبقى استاذ احمد ساعود اليك. استاذ ناصيره، بماذا تفسرين الوقوف اللا مشروط للاتحاد العام للعمال الجزائريين؟ وهذا الاطار كما تعرفين الاصل فيه انه يحمي العمال ويدافع عن حقوق العمال، طبعا المطالب الاجتماعيه هكذا يقولون، لكن المواطن الجزائري يلاحظ ان اتحاد العمال الجزائري منذ التسعينات وهو مع الحكومه، حكومه وراء حكومه متعاقبه، ولكن مع ذلك لم يتحدث عن مثل هذه الصعوبات. يا أخي الاتحاد العام العمال الجزائريين كما تعلمون الآن يترأسه رجل من رجال الأعمال يعني صار في الجزائر وليس أجير، وبالتالي والحكومة على علم بهذا وعلى علم بشركاته داخل الجزائر وخارج الجزائر، ولكن الحكومة غضت البصر عليه لأنه حامي هذا النظام، حامي هذا النظام بالعقد الاجتماعي الممضي بينه وبين الحكومة، كل 5 سنوات يجدد عقد الهدنة، يعني لا طلب لزيادة في الأجور ولا إضراب ولا حركة، يعني هو كما يقال عنه رجل المطافي واقف بالمرصاد ضد العمال ولا يمثل العمال، والآن حتى الاتحاد العام العمال الجزائريين هو مجرد هيكل لا يمثل أحد، يمثل ما عدا بعض الأشخاص الذين استفادوا من بيع الشركات بالدينار الرمزي وأصبحوا كلهم أرباب عمل، ومنهم له الجنسية المزدوجة وعاءوا
وقاتل مع عائلته في الخارج، وبالتالي لا يحس بمعاناة الموظف البسيط، لا يحس بمعاناة الأجير. وحتى أنا لا أتكلم الآن على المواطن أو الأجير البسيط، حتى مثل يعني بعض الإطارات الذين يعيشون التهميش ويعيشون بالأجر. بالنسبة لو نقارن بين تونس والمغرب، يعني عار على الجزائر أن يعني تحت الحضيض تحت المغرب وتونس بالنسبة للقدرة الشرائية، بالنسبة حتى للاتحاد. مثلا نرى اتحاد العام التونسي للشغل كيف يدافع عن القدرة الشرائية للعمال، نرى الاتحاد اتحادات المغرب فيها عدة اتحادات مستقلة كذلك كيف تعالج أمور الطبقة الشغيلة، ولكن اتحاد العام للعمال الجزائريين مع الأسف هو رب عمل، وبالتالي لا يمثل طبقة ولا يتدخل في حل المشاكل الطبقة الشغيلة. طيب يبقى معنا أستاذ ناصر، سنتحدث لما أعود إليك حول النقابات المستقلة ودورها. دكتور أحمد، يعني الآن أمر محير فعلا في الشارع الجزائري، من جهة أوتي بأحمد ويحيى على أساس أنه هو المخلص للاقتصاد الجزائري مما يعانيه من أزمات، أزمة اقتصادية تحديدا، وفي الوقت نفسه يقول أنه لا رجعة للمديونية، لا يمكن للجزائر أن تعود من جديد لمد يدها للدول الكبرى من أجل مليارات أخرى، فالجزائر لديها ما يكفي. ثم بعد ذلك نفاجئ بتقارير دولية ولما لا محلية أيضا من أن الأمر أخطر بكثير. فمن أين تأتي الجزائر بهذه الأموال طالما أن أسعار النفط تراجعت كثيرا والمديونية بابها مغلق؟ فمن أين للجزائر بالمليارات إذن بالأموال؟ والله هو الآن التدبير الحكومي المفروض ينطلق من هذا، من هذه الضواغط ولا من هذه المنغصات. أنك أمام وضعية كارثية في المجال الاقتصادي، أمام نضوب لموارد التمويل الميزانية، أمام ضغط للسوق البترولية بكل ترهاتها منذ سنتين، يعني منتصف 2014 إلى يومنا في هذا، وبالتالي أنت مجبر على إيجاد بديل سياسي واقتصادي. هذا البديل يمكن أن يأخذ ملح آخر، مثلا يمكن تغيير خطط ومناهج مطبقة، يمكن تفعيل دور الرأسمالية الناشئة اللي هي القطاع الخاص، ومن خلال بعث مشاريع حقيقية من شأنها أحداث طفرة إيجابية في مجال التنمية المستدامة، إشراك جميع الاتحادات المهنية والنقابات في تفعيل البرامج الحكومية، اقتراح بدائل للتمويل الذاتي اللي هي بدائل ضريبية جديدة، السعي للضغط على التكاليف وليس الضغط على التكاليف بمفهوم حكومة شلال، بحيث مرة نضغط على التكاليف ولا مرة نبهر في إهدار الأموال، التنسيق مع الدول المنتجة، وهذا هو الأساس خاصة المنتجة للبترول للإبقاء على حجم الإنتاج الحالي، بما يؤدي بالتالي إلى إمكانية تفعيل زيادة في سعر الدولار في الأسواق الدولية، بما يمكننا من إيرادات إيجابية أكثر. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد طرطار، الأستاذ الجامعي كان معنا من الجزائر عبر الهاتف. أعود لك أستاذة ناصرة، الحديث الآن عن النقابات المستقلة، ما دور هذه النقابات المستقلة اليوم؟ هل من تحرك لها؟ هل من لملمة لصفوفها؟ خاصة وأنه في الأشهر الماضية كانت نوعا ما الأيديولوجيا فرقت بين صفوفها، الآن فيه شعارات، فيه حوارات حول أنه لابد من النقابات المستقلة لتعود لتحريك الشارع، للحديث مع هذه الحكومة على أساس أنه هذه الحلول المقترحة خروج الجزائر من هذه الأزمة حلول ترقيعية لا غير. في الحقيقة النظام عرف كيف يشتت الحركة النقابية المستقلة، كيف يشتتها بالحوار الغير صادق والغير فعال. أيوة. لأننا نحن كنقابة مستقلة يعني منذ التسعينات نعرف جيدا هذا النظام ونعرف مراوغاته ونعرف الكذب ونعرف كل يعني الأخطاء التي يرتكبها. أيوة. مع النقابات، وبالتالي هنا فيه بعض من التشتيت لبعض النقابات، والأسف
أصبحوا يؤمنون بأن أيادي خارجية هي اللي تحرك بعض النقابات المستقلة. نعم. وهذا كله تشتيت يعني النظام، هو عمله حتى يشكك في عمل النقابات المستقلة الحرة التي تشتغل في الميدان وتريد فعلا التغيير، تغيير سلمي. لأن الآن هي ليست مشكل أجور، ليست مشكل مهني، ولكن مشكل تغيير جذري لهذا النظام. طيب ماذا عن هذه التقارير الدولية أستاذة نصيرة؟ التقارير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية للجزائر تحديدا، ما انه لابد من الاهتمام بالفئات المحرومه، الفئات ذات الدخل الضعيف، الفئات المهمشه، هذه الفئات لابد ان تهتم بها الحكومه، لكن هل هنالك استجابه لهذه التقارير الدوليه التي تصل تباعا للحكومات الجزائريه، على اساس انه لابد مثل ما فتحوا تعدديه سياسيه بين قوسين لابد من تعدديه نقابيه ايضا؟ والله حتى كل التقارير يعني اللي تصدر عن منظمه العمل الدوليه ولا سيما على لجنة المعايير الدولية. أيوة. التي تقريبا كل سنة تصدر لائحة التي من المفروض تطبق من طرف الحكومة الجزائرية، ولكن الحكومة، أنا واحدة ممن يحضر هذه المؤتمرات، الحكومة غير صادقة في كلامها، وكل مرة أمام الحكومات وأرباب العمل والعمال على مستوى العالم تبرر كلامها، يعني كلامها كله كذب. ومع الأسف نحن معنا أدلة، يعني أدلة قطعية نقدمها للمنظمة ونقدمها إلى لجنة المعايير، ولكن كل سنة هي تتسوف وتقول السنة نحن في صدد تسجيل بعض النقابات المستقلة، مثل النقابة المستقلة للأساتذة الجامعيين، مثل النقابة المستقلة للمحامين، في عدة نقابات غير مسجلة، وبالتالي يبدو أنه فقدنا ما زالت معنا أخت ناصرة؟ يبدو أنه فقدنا الأخت ناصرة. ويبقى الحديث دوما مشاهدينا الكرام على هذه النقابات على أساس أنها نقابات مستقلة، بإمكانها أن تقف في وسط، في صف المواطن، في صف هذه الفئات المهمشة، فئات ذات الدخل الضعيف، خاصة وأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وقف القريب والبعيد بأنه الآن صار شريكا للنظام. لم يكن في يوم من الأيام حسب هذه التجربة المريرة منذ التسعينات سيدهم السعيد باق مع الحكومة دوما، يصدق على هذه البرامج، على هذه المناهج، على هذه الخطوات، على هذه المخططات. ومثل ما حدث وانتهى إليه الأمر خلال هذه الحقبة البسيطة جدا والضئيلة التي أمضاها الوزير الأول السابق الذي أطيح به ولم تمضي على عهدته حوالي 70 يوما فقط، أثرت تلك المرحلة أو بيّنت تلك المرحلة وقوف هؤلاء الشركاء هكذا يسمونهم في الحكومة مع الحكومة في السراء والضراء. أستاذة ناصرة، دوما نحن نتحدث عن هذا، عن ما تسميهم الحكومة بالشركاء، اتحاد العام للعمال الجزائريين وبعض الاقتصاديين. كيف ترين الوضع في المستقبل، خاصة وأنه أحمد يحيى يهدد أن الجزائر فعلا على صفيح ساخن، الجبهة الاجتماعية تعاني، ولا بد لنا من تشمير عن سواعد الجد. سندري ما هي هذه، حتى خبراء الاقتصاد احتاروا في هذا الامر، طبعا النقود وسنحل المشكله، كيف يعني؟ لا، هو اكيد اكيد مؤكد انه سياتي باجراءات جديده مثل ما قام به سابقا، مثلا في الاقتطاع من الاجور. هذه كلها تهيئات، يعني اقتطاع الأجور بدون يعني، لأنه في السابق نقتطع من الأجور وبعد 6 أشهر ستكون يعني الأجور، سيتم تسديد هذا الاقتطاع، ولكن في الحقيقة لم نرى شيء. كذلك كل مثلا في السيارات، هو من أتى بلافينيات من أجل شراء سيارة جديدة تدفع حوالي 700 يورو. كذلك كل سنة حسب السيارات يعني من 1000 دينار حتى 5000 دينار
لأغلبهم يعني موظفين وعمال بسطاء اللي يدفعوا هذا. وأكيد الآن هو فيه مشروع، وهو ما دام أصحاب المهمات القادرة فيه مشروع قادر الذي سيطبق على العمال وعلى المواطن بصفة عامة. أكيد هو جاء من أجل تنفيذ هذا المشروع، ولكن بطريقة ذكية عندما يقول سنتحدث سادة نصيرة، سنتحدث عن هذا المشروع سادة نصيرة يشمر على سواده. نعم سنتحدث عن هذا المشروع الذي أشرت إليه، ولا دعيني فقط ولن أشرك معنا في الحوار سادة ميلود قادري الناشط السياسي والناشط الحقوقي. سادة ميلود، كيف ترى الأمر سادة ميلود؟ تقييم لهذه الجبهة، الجبهة الاجتماعية اللي هي نحن وضعنا عنوان لسنها في على صفيح سخ، نتيجة لغلاء، نتيجة للتذمر، نتيجة لهذا التململ بين أوساط المواطنين، حكومات متعاقبة دون ما إيجاد حلول لمشاكل المواطنين. تقرير صادر عن البنك الدولي يقول أنه نسبة الفقر في الجزائر تزداد بعد ما كانت بالألف الآن بالملايين، هناك من قال 8 ملايين، هناك من قال 14 مليون من الجزائريين يعانون من الفقر المدقع خاصة في المناطق الجزائرية العميقة، أقصد الجزائر العميقة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. الحقيقة المشكل في الجزائر مشكل سياسي منذ البداية، منذ البداية عندنا احنا مشكل في الجزائر مشكل سياسي، المشكل تاع القدرات والخيرات. والجزائر قارة ما شاء الله، وكما سمع جاء عن كلام عن ضيوفك أن الجزائر المشكلة مشكل سياسي. نفس الأشخاص الذين كانوا يقولون الاشتراكية خيار ولا رجعة فيه هم نفس الأشخاص الذين يشرفون الآن على الاقتصاد الهمجي اللي يأكل الآن كما سبق وذكرت متاع الجزائر العميقة. المشكلة تاعنا الآن في التسيير في الأشخاص. بمعنى ترى أستاذ ميلود الأزمة سياسية وليست اقتصادية. نعم، المشكل السياسي هو اللي دار المشكل الاقتصادي. احنا الخيرات تاع الجزائر بترول وغاز وقمح. احنا كنا كما سبق في تقاريركم اللي جاء عن طريق الاستاذ راحي اسمه، كنا مطمور تاع خيرات قمح وشعير وكل شيء كان كانش متوفر، وكان هذا الفلاح الجزائري القوت نتاعو ما يشريش من السوق، ينتجوا من قمح من شعير من كل الخيرات. الاشكال الان هو في التسيير، مشكلنا في التسيير، شكون راه يسير في البلاد. المشكل الان في التسيير منذ الاستقلال اليوم هو مشكله في التسيير. كما سبق وقلت الناس اللي كانوا يقولوا الاشتراكيه خيار ما رجعت فيه هم الان مشرفين. الناس اللي كانوا يقولوا الحزب الواحد هم الان يقولوا التعدديه. المشكل هاو المشكل وين؟ هاو مشكلنا احنا وين؟ احنا الان اطارات ربي يبارك، كنت نتكلم البارح مع واحد طبيب في مستشفى الناس تاع شوفالي يقول لي كاين 6000 مختص في باريس جزائريين. حتى احنا مشكل في الصحه الان الجزائريين يموتون عصابه كما اليمن، على الاقل اليمن فيها حرب فيها قتال. احنا كل اللي صار عندنا مشكل في باريس ورانا يعني. اذا كان الان مشكل تاع هذا تاع السرطان، ومشكله ان المستشفيات الان مش تستوعب المرضى، والنساء اللي يروحوا يولدوا اربعه في السرير وزوج في السرير. طيب استاذ ميلو حتى لا نشعب الامور، وانت تعرف انه الحديث شجون، خلينا فقط في الجبهه الاجتماعيه لانه فيه تقارير تتحدث عن هذا الأمر. المواطن الجزائري كان يتوقع غلاء للأسعار في شهر رمضان، وهذا متوقع، فإذا به لم يحدث هذا وحدث في سبتمبر مع الدخول الاجتماعي. بماذا تفسر هذا بالضبط؟ لم يحدث هذا في رمضان وحدث مع الدخول الاجتماعي هذا الغلاء في الأسعار. شهر رمضان كان بركة من الله سبحانه وتعالى، وكان طيبة، كان مع وقت الجن تاع الثمار، كان دلاع، كان الفواكه، كان الخضر، كان في وقت الجن. وكان رمضان لعله أحسن رمضان منذ 20 سنة بالنسبة للمواطن، وهذا يقول به كل جزائري. لكن الآن هذا كلام تاع التصريحات تاع رئيس الحكومة ولا الوزير الأول الآن هو سياسة اللي ما يعرفها الجزائري. مثال جزائري أضرب وعزت بنيت الشعير، قال يا جماعة عندنا مشاكل وعندنا مش عارفوا شيء. هي خيرات البلاد. أنا قبل كما كنا في البرلمان إنشأنا صندوق ضبط الإيرادات، كنا نبيع البترول ب 120 و110 ونسعروه في الميزانيه ب 19 دولار. بمعنى هذا الفرق كل وين راه يروح؟ كان في تداعب في ذاك الوقت، قال رئيس الجمهوريه انزل الولايات،
اعطي الولايه هذه 600 مليون دولار مع مليار، اعطي الولايه كذا، اعطي الولايه. من بعد ما يبزعوا هذا التبزع وهذه الطريقه اللي عدم فيها شفافيه وما فيهاش دراسه وشراء السلم الاجتماعي بالطريقه هذه مع اللونساج ومع الامور الاخرى، بمعنى احنا محتاجين الناس يسيروا البلاد، يسيروا البلاد الان ماهمش كيف اكفاء باه يسيروا البلاد، فعلا اكفاء لان اكفاء هم العميان. نحن مع الاسف مع الاحترام الكلي للعميان، لان كون جا يسير فينا اعمى ويسير يعرف يسير، لكن الان هو اعمى سمعني البصيره نتاعهم غالطه والتفسير نتاعهم خاطئ. ونفس الاشخاص اللي قادوا البلاد قلت لنا سبق وذكرت كانوا يقولوا الاشتراكيه خيار راجع فيه، هم الان اللي يشوفوا الاقتصاد السوق مع الاسف الشديد. طيب اخواننا استاذ ميلود سنعود اليك، استاذ ناصيره حدثينا عن هذا المشروع، قلت هنالك مشروع يستهدف الطبقة الكادحة، يستهدف الفئات المحرومة، الطبقة الاجتماعية بصفة عامة، على أساس أن الحكومة لا بديل لها، لا خير لها إلا ظلم هذه الفئة. كيف يعني؟ والله احنا بالنسبة لنا هو قانون المالية 2018. أيوة. أكيد قانون المالية 2018 سيكون كارثة على الشعب يعني بصفة عامة، ليس على الأجير أو المواطن البسيط، كل الشعب سيتضرر من هذا القانون، وليس هناك رجل قادر مثل هذا الرجل الذي سوف يشرف على هذه العملية. وبالتالي أنا بتهيألي أنه مع التحفظ على هذه الكلمة سيدة ناصيرة، بمعنى تريدين هو صاحب مهمات القذرة مثل ما سمى نفسه. احنا يعني لنا قناعة انه صاحب، وهو يعني هو من قال هذا وهو من صرح بهذا في عدة بهذه الكلمات في عدة مناسبات وعلى عدة قنوات. وبالتالي هو جاء يعني المرة الثالثة على ما اظن حتى ينفذ ما تبقى من خراب لهذه البلاد وللعباد. طيب هل من خطوة؟ هل من خطوة لهذه النقابات الآن؟ كان مفروض أنه بعد الدخول المدرسي يكون فيه تجمع، يكون فيه تظاهر، يكون فيه رفض لهذه المخططات، لهذه الحلول اللي وصفتها النقابات بأنها ترقيعية. ما العمل الآن أمام هذه النقابات المستقلة لرفض هذه الحلول التي اختارها أحمد ويحيى؟ هي في الحقيقة الآن على الساحة لنا نقابات يعني نقابتين أو ثلاثة هم اللي اشتغلوا على هذا، والباقي نحن ننتظر هل فيها يعني هل من جديد، هل يتخذون مواقف يعني مشرفة، لأن العمال في واد والنقابات في واد. نتمنى أن هذه النقابات كلها تأخذ يعني وتتخذ قرارات مشرفة وتتلائم والطبقة الشغيلة على مستوى القواعد. هذا هو، بارك الله فيك سيدة ناصرة، شكرا جزيلا لك سيدة ناصرة، شكرا جزيلا سيدة ناصرة غزلان القيادية في نقابة سناباب كانت معنا من الجزائر عبر الهاتف. أعودك سيد ميلود، سيد ميلود لأن نبدأ في السيناريوهات المرتقبة في الحلول التي ربما قد تحدث في المرحلة المقبلة، خاصة مع هذه التحذيرات من قبل الحكومة، من قبل الخبراء الاقتصاديين، أنه فعلا الجزائر وصلت إلى مرحلة اللاروجوع، ولكن في الوقت نفسه لا يريدون الاستدانة من الخارج. السؤال المطروح الآن، من أين لها إذن بهذه الأموال، خاصة وأنه خارج المحروقات لم يتعدى الإنتاج فقط حوالي مليار دولار لا أكثر ولا أقل، وأنت تعرف أن البترول أسعاره انخفضت انخفاضا كبيرا لا يتجاوز برميل النفط اليوم 50 دولارا أو 49 دولارا فقط. أولا التصريحات الأخيرة هذه هو الإعداد النفسي للمواطن الجزائري باش يشوف الأزمة الحقيقية والعشرة آثار اللي راح تكون في قانون المالية 2018. أيوة. تحضير الشعب وتحضير، احنا ماذا بينا من رغم ما عنديش أمل باش النواب يقدروا يأثروا والله، لأن كل عهدة تكون أسوأ من أختها مع الأسف الشديد، لأن ما تنتظرش من النواب يديروا حاجة يعني، لأن نفس الشيء نفس الأغلبية نفس الأعمال راح تكون برستيج. هو نفس النواب الذين صادقوا على برنامج تبون
نفسهم اللي وقعوا اللي صادقوا على برنامج ويحيى. يا استاذ يا استاذ احنا شوف احنا ربما في العوده 97 اقر واشهد إيه؟ ربما كانت احسن العهودات ربما منذ الاستقلال، رغم التزوير اللي مس هذا التجمع الوطني الداري 56 نائب، رغم ذلك كان 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 هناك على الاقل تنافس حقيقي، وكان فعلا كانت عهده مميزه، كان النائب يطرح، وكان حتى الوزير لما طرح السؤال الشفوي ولا تواجهه يكون فيه على الاقل انفعال وخوف. الان اصبح النواب هما بطريقه يعني باش نبسطها للناس عملاء عند الحكومه، مش يعني الحكومه تخاف من لما تجي تواجه البرلمان، رغم ان المفروض السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه يكون في تكامل لخدمه الشعب، بمعنى هذا حريص تاع الدوله السلطه التنفيذيه حريص على الاموال والاخر حريص على الشعب، بمعنى نتلاقاو في طريق وين هذه النفقات تكون في فائده الشعب، وكيفاش نتصرفوا باش هذا الشعب يعيش في رفاهيه. لكن المشكل الان الجهاز التنفيذي حاط الشعب في واحد الخانه اللي ما كاش نهائيا، عندهم مجموعه طفيليه تعيش كيف تربي المال وكيف تدير الاموال، بدليل شوف من سنه 90 لحد الان كل الان اللي عندهم اموال جات بعد التسعينات، ما كانش واحد اللي كانت عنده كان عائله غنيه ولا كان تجار ولا كان قبل. شوف المشكل الان كل التجار الان وكل المستحوذين على الاموال بعد ازمه التسعينات، الان يدفع الفاتوره سواء سعر البرميل ب 50 دولار ولا 120 دولار، ديما يعني الشعب غير السنتوره، حتى الشعب قطع السنتوره، ما عنده سنتوره الشعب الان. مع الاسف الشديد ما عنده سنتوره، زي السنتوره، عاد السنتوره ما كانش مع الاسف الشديد. طيب الان استاذ ميلود، ناتي الان استاذ ميلود للمعارضه، انت اشرت للمعارضه. ما هو دور المعارضه الان خاصه في هذه المرحله؟ ام انه لا محل لها من الاعراب، خاصه وانه الكثير منها مشغول بالانتخابات البلديه. اخي الكريم، هي المعارضه الان الرسميه، كان معارضه رسميه. هذه المعارضه نعتبرها مسكينه، اصبحت رسميه مشدوده بالقانون، مشدوده بالورقه اللي عندها تحت ورقه اعتماد. هذه كل انتخابات تجر وتلقى روحها مجبره على المشاركه. اثناء المشاركه واثناء الحمله الانتخابيه تطبيل كبير، يعني قال مواطن والمواطن والمواطن. بعد انتخابات يوقع عويل كبير، قال تزوير الانتخابات، جي الانتخابات تلقى نفس الاشخاص واقفين قدام صندوق الانتخابات وباغيين ينتخبوا، والشعب مستقيل. الان المشكل ان المعارضه الرسميه اصبحت وجه لعمله واحده للنظام، مع الاسف هذه نقول كتنظيمات، لكن كأشخاص فيه رجال أقوياء فعلا، حتى في مفاصل الدولة فيه رجال. الآن الشعب الجزائري الآن ينتظر من هذو الرجال الموزعين عبر كل قطاعات وكل مفاصل الدولة، فيه رجال قادرين ينقذوا الجزائر بالوضع اللي راه فيه. ولكن هؤلاء معزولون أستاذ ميلود، قد يقول قائل هؤلاء معزولون وليس في أيديهم أي حركة. شوف لما تكون البلاد في خطر وتبقى الجزائر في خطر، ما بقاش الواحد اسمه معزول، ما كانش معزول، ماكش انت جزائري اكثر مننا ولا انا اكثر منك، كلنا جزائريين حريصين على البلاد. كل الان، وهذا تحذير للناس اللي راهم في السلطه، المفروض يفهموا الواحد من قبل ما يغضب الشعب، وحنا ماناش باغيين غضب الشعب، ماناش باغيين خروج الشعب للشارع، لان كي تعد ثوره الشارع كل ساعه ما بقاش كلام، ما بقاش الواحد يتصرف في واحد. لذلك احنا ندعو العقلاء لنفس السلطه، وكاينين الناس في السلطه في مفاصل الدوله عقلاء، وكاين خارج السلطه عقلاء. يمكن الخطاب يوجه للناس هذو، الجزائر في خطر، كل واحد يتحمل مسؤوليته، والناس الان راهم في عجرفه وفي هذا التغول، في هذا النهب، في هذا الفساد، خافوا ربي، الشيء اللي وصلوا ليه وكفى، لان الجزائر ولاده، والجزائر صاحبه قدرات، وتستطيع ان تنتج خيرات كبيره من البترول والغاز خاصه، لانك تقول تتكلم عن البترول، احنا عندنا الجانب الثاني اللي هو الغاز اللي رانا ربما نركزوا عليه اكثر. لكن الان القائد اللي يقول شكون هو؟ احنا الرئيس عاجز، واثبت بالواقع
واخرها اخرها رئيس فنزويلا جا وما قدرش يستقبله ما يقدرش يستقبله. نعم. العلاقات المتميزه بين الجزائر وفنزويلا وكوبا ما قدرش يستقبله، وهذا ليس عيبا. تقصد فنزويلا قادر وهي سنوك الحياه مش قادر. المهم تطبيق الماده 102 ليس عيبا. طيب استاذ ميلون، استاذ ميلون ليس عيبا، ما رايك في الذي يشبه هذه المرحله التي تعيشها الجزائر اليوم تحديدا بمرحله ما قبل احداث اكتوبر الاليمه 1988؟ يقولون في تلك المرحلة كان البترول، كان سعر البترول منخفضا جدا، كان فيه تململ، كان فيه تذمر، كان فيه سخط كبير، كان فيه فساد، فأدى إلى خروج المواطن إلى الشارع كما تعرف في الجزائر العاصمة وأتى بالانفتاح. هل فعلا هذه المرحلة تشبه تلك المرحلة؟ هذه أخطر، هذه أخطر في على ربما في 88 ذاك الوقت ربما كاين ناس كان على الاقل شادي بالجدار رحمه الله، وبعض الناس على الاقل كاين نوع من الثقه ولا من الطيبه، كان الشعب ينتظر من طيبة، كان ينتظر ان فيه ناس طيبين. الان العكس، الان العكس، يظهر لك ان عين رئيس، عين رئيس وزراء بعد 40 يوم ولا مش عارف وش اقل من شهرين، نح رئيس نجيب واحد اخر، جيب مش عارف وش، في تخلط كبير، في تخلط. وتشوف انت الان مثلا هذو الناس اللي راهم هذو الاباطره اللي راهم الان متحكمين في البلاد يعوثون في الارض فسادا، ثم راهم الان يفسدوا في البلاد، ماهوش يسيروا في البلاد، ماهوش ثم الخدمات نتاعهم الان، كل واحد منهم الان كما سبق وان ذكرت امواله هي من بنك الجزائري، بنك الشعب الجزائري، مش بنك الدوله، بنك الشعب الجزائري، كلهم هذه الثروات ديالهم ذهبوها ولا تلفوها ولا اخذوها ونماوها من اموال الشعب، كلهم اي واحد فيهم. هذا بدء ربرب ربما لاحسنهم، ربما وحداد وغيره وغيره وغيره، هذو من اموال الشعب، هذه اموال الشعب كلها. الان المشاريع اللي خذناها باش يسيروها ولا باش يهزوها جلها عاجزه وحابسه. هذا اللي اثبتوا الشيء تبون المره اللي فاتت مع سي حداد خاصه المشاريع نتاعو حوالي 70% عاجزه تسمى مش مكتمله. ولذلك الان سي تبون كان ثم كان ربما من بين راسه انه ربما رغم اننا عندنا ملاحظات على الرجل ماهوش مش عارف عنده خاتم سليمان ولا نظيف، حتى هو كان في السلطه وعاش في السلطه. طيب. منذ نعم تبون راح يعني ما فيناش نتكلموا عليه الان، هو لا يعني دار محاوله، هذه المحاوله كان ربما باش يحارب الفساد، فاذا به لقى روحه بين عشيه وضحاها، كانت العطله لقى روحه مكمل العطله نتاعك وجابوا سي يحيى مره اخرى. يعني هل ترى انت انه احمد ويحيى هذا هو المخلص مثل ما تقول العلبه السوداء والسلطه الان؟ نعم يعني مد اليد لاحمد ويحيى، العوده للارشيف من جديد والاعتماد على احمد ويحيى على اساس انه هو المخلص للاقتصاد، هكذا يقولون. ويحيى مراوغ جيد، ربما يفوت ربما هذا اسمه ميسي وغيره في قضيه المراوغات السياسيه هذه، قال لقاءات سياسيه وقال التحاور مع المعارضه والتحاور مع النقابات ومجرد كلام فارغ لا يغني ولا يسمن من جوع. ولا السماء والشيء اللي نشوفوه الان ربما في الايام القادمه راح يكون اكثر مع الاسف الشديد، مع عجز اللي راه حاصل عند الرئيس الان اللي راه يتصرف، من هو راه يتصرف يقود في البلاد؟ شكون راه يصير في هذه اكثر من 40 مليون جزائري؟ نعم. اكثر من ما عندنا حوالي 7 أو 8 ملايين شهيد يلعبوا بنا مجموعه نتاع اولاد مع الاسف الشديد. وهو كذلك استاذ ميلود، شكرا جزيلا استاذ ميلود قادري الناشط السياسي والحقوقي، شكرنا موصول ايضا لضيفينا الكريمين الاخرين الدكتور احمد ترطار الاستاذ الجامعي والاستاذ ناصر غزلان القياديه في نقابه السناباب المستقله. فقط أريد أن أذكر بأنه لم نستطع الإشراك ضيوف أبدو مشاركتهم في إثراء النقاش حول الجبهة الاجتماعية ومعاناتها خاصة الفئات، ولكن للأسف لم نستطع الاتصال بهم، ربما سنعطيهم فرصة إن شاء الله في حلقات مقبلة بإذن الله. أنتم مشاهدين الكرام لكم أيضا فرصة في المداخلات مع زميلتي سومية لإبداء آرائكم وأفكاركم ووجهات نظركم حول فعلا ما إذا الجبهة الاجتماعية في الجزائر على صفيح ساخن جراء هذه الأسعار الغالية جدا الباهظة الثمن، ومثل ما كانت توقع في رمضان فإذا به لم يحدث في رمضان فحدث مع الدخول الاجتماعي الجديد، أقصد الموسم الدراسي مع بداية سبتمبر مع الدخول المدرسي بعد حلول عيد الأضحى المبارك. فأنتم مشاهدين الكرام مدعوون في حصتكم التفاعلية الليلة للحديث عن هذه الجبهة الاجتماعية، عن هذا الغلاء، عن هذا التذمر، عن فشل السياسات الحكومية، وما إذا فعلا الحكومة لديها حلول بإمكانها أن تخرج الجزائر من هذه المعاناة. شكرا جزيلا لكم.